موجز السادسة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة دولة تدوم 3 أيام. بيان عن الرئاسة الجزائرية أكد أن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا فلاديمير بوتين، وتندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. المصدر ذاته أكد أن الرئيس الجزائري سيشارك خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بيترسبورغ الروسية. رفع البنك العالمي توقعاته بشان نمو الاقتصاد الجزائري خلال العام المقبل، مرجحا تحقيق نمو ب 2.4%. الهيئة المالية الدولية وفي أحدث تقرير لها حول أفاق الاقتصاد العالمي توقعت أن تحقق الجزائر نموا ب 1.7% بنهاية العام الجاري. يأتي هذا فيما قال البنك الدولي أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. تجددت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم الثلاثاء بالأسلحة الثقيلة والخفيفة مع تحليق مكثف للطيران الحربي. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحري شمال شرق العاصمة الخرطوم وجنوبها، كما أفاد الشهود بسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان وتحليق مكثف للطيران العسكري في سماء المدينة. أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء مجلس الأمن بإعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما. غوتيريش وفي تقريره عن الوضع العام في مالي طلب من مجلس الأمن التصويت لصالح تمديد مهمة مينوسما لمدة عام خلال جلسة له مبرمجة في 29 جوان الجاري. الأمين العام للأمم المتحدة اقترح ترشيد مهمات مينوسما أقول حول مجموعة محددة من الأولويات من أجل تحسين أدائها العام حتى نهاية عملية الانتقال السياسي المقررة في مارس المقبل. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بمنطقتي بحر شمال شرق العاصمة الخرطوم وجنوبها، كما أفاد الشهود بسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان وتحليق مكثف للطيران العسكري في سماء المدينة. يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء جلسته 12 في محاولة الانتخاب رئيس للبلاد بعد جلسات سابقة متعثرة. ولا يزال منصب الرئاسة شاغرا منذ انتهاء فترته حكم ميشيل عون أكتوبر من العام الماضي، في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من 4 سنوات. لقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال العام الفارط في أعلى حصيلة منذ 6 سنوات. والمنظمة الدولية للهجرة أعلنت في بيان نشر أمس الثلاثاء تسجيل 3789 حالة وفاة بنهاية السنة الماضية، بزيادة 11% مقارنة مع 2021. وشكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالميا وفقا للمنظمة. وسجلت ليبيا أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 117 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.